تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. صبحكم الله بالخير مستمعينا الأعزاء، حياكم الله في برنامجكم صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، وتسرنا مداخلاتكم واستفساراتكم وكذلك اقتراحاتكم خلال البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل ويانا، أرحب فريق العمل من الإعداد حسني البلاونة، من التنسيق أحمد سلامة، والإخراج عيسى سبيل، محدثتكم دكتورة عاش البسطي. أذكركم بأرقام التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. نفس أذكركم مرة ثانية، مداخلاتكم اقتراحاتكم واستفساراتكم سواء الطبية أو استفسارات بخصوص أشياء لها علاقة بدائرة الصحة أو العيادات والمستشفيات في دائرة الصحة تهمنا وتفيدنا، وكذلك نوصل صوتكم للهيئة نفسها، فحياكم الله. مثل ما عودناكم برامجنا متنوعة، منها التغذوية ومنها الصحية، ونتطرق لإنجازات هيئة الصحة بدبي كذلك. برنامجنا الغذائي اليوم الفقرة التوعوية. اليوم نفس ما عودناكم كل مرة نختار شيء يهمكم ويفيدكم ويكون شيء جديد الناس تهتم فيه. اليوم بنتكلم عن بذرة بدأت تنتشر بطريقة كبيرة والناس تستخدمها سواء في العصائر، سواء في الأكل، سواء تضيفها للمشروبات نفسها أو حتى للحلويات. بدأت يعني معظم الوصفات، ما بمعظمها بس يعني بتشوفونها تتكرر في أشياء وايدة، الناس عارفة فوائدها بس ما بعرف تنهب تفصيل. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن فوائد هاي البذرة اللي هي بذور الشيا. ويانا اليوم الأستاذة فاطمة فريد، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، بتكلمنا إن شاء الله عن فوائد بذور الشيا. صبحك الله بالخير فاطمة. صبحك الله بالنور يا هلا. فاطمة، مثل ما بعارفين الحين الناس ابتدت تستخدم بذور الشيا بكميات كبيرة، أو نستخدمها حتى في معظم وصفاتنا الغذائية. ما لها طعم بس لها نكهة شي مميزة، أو لها طعم حتى أو شيء غريب، بس حابين نتعرف أكثر عن أهمية هاي البذرة. صح، مثل ما قلتي أنا اشتهرت بذور الشيا، اشتهرت في الآونة الأخيرة، نشوف الناس يستخدمونها في وصفاتهم المختلفة خلال اليوم. لكن هالشيء زين لأن العناصر الغذائية اللي موجودة في بذور الشيا يعني تخلينا نشجع الناس أكثر أنهم يستخدمونها بشكل يومي أو في وجباتهم الغذائية. من أهم عناصرها أنها تعتبر من الحبوب الكاملة، وعادة ما تحتوي، وهي ما تحتوي على الجلوتين، فالناس اللي عندهم حساسية من الجلوتين ممكن يستخدمونها. وفي الغالب أنها هي تزرع بطريقة عضوية، فما يكون لها أي إضافات أو تعديلات وراثية، فهالشيء يخليها أورجانيك أو يعني عضوية أكثر. صح. من فوائدها أنها عالية بالبروتين أكثر حتى من الصويا، طبعا نباتية حق الناس النباتيين اللي يفضلون اللي يدورون خيارات عالية بالبروتين وتكون نباتية. أيوة. هي أيضا عالية بالفوليت اللي هو الفوليك أو الفوليك أسيد. بعد هي عالية بالكالسيوم اللي يقوي العظام والأسنان، وعالية بالألياف، هي جدا عالية بالألياف. الحين نسبة البروتين العالية فيها تساعدنا نحن يعني الأشخاص مثلا اللي يبون يحافظون على وزن مثالي مثلا، مو بس أنهم يأخذون احتياجاتهم من البروتين، بس أنه في دراسات أثبتت أن الشخص اللي يتناول البروتين بكميات مناسبة لجسمه ممكن أن يحافظ على وزن مثالي، لأن كمية البروتين أو يعني محتوى الجيد من البروتين في الوجبة
أيوة يعني يقلل من الشهية خلال اليوم. فهالشيء اللي ننصح فيه، ليش يعني؟ غير انه طبعا البروتين شيء اساسي في الوجبات، بعد هو للناس اللي يكونون انترستد في أو أن انه النفسي اختارت الوجه. شهيتهم مفتوحة فيحسون يوم ياكلون بعد يوعون أسرع. اغلب هالناس كمية البروتين اللي ياكلونها وايد تكون بسيطة، فوايد مهم ان نحن نركز على البروتين في الاكل، ان على الاقل مثل ما نقول دوم ان ربع الوجبة تكون من البروتين. فهاي مصدر من مصادر البروتين اللي ممكن ناكلها بكميات بسيطة بس تأثر علينا. اوكي. أيوة وثاني شيء هي غنية بالالياف، طبعا الالياف تساعد على انتظام عملية الهضم وتنظيم عملية الهضم، تساعد على الشعور بالشبع ايضا وتقلل من سرعة الهضم يعني. وهالشيء بعد يساعد على ان الشخص ما يخربط وايد بين الوجبات، بما ان عملية الهضم بتكون ابطأ، فما بيكون الشعور بالجوع اسرع. أسرع. صح 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 فخلال اليوم بتقل حتى نسبة السعرات الحرارية اللي يتناولها الشخص. ممتاز. أوكي. وطبعا غير أن الألياف تعتبر غذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، فعشان كذي بعد ننصح فيها. وبعد فايدة ثانية لبذور الشيا أنها عالية بالأوميجا 3 اللي هي الأحماض الدهنية المفيدة لصحة الدماغ وصحة المخ، فننصح في الأوميجا 3، ننصح بالبذور الشيا لأنها بعد عالية بالأوميجا 3. الحين مثلا طريقة تناولها مثل ما قلتي ان الناس صارت تحطها مثلا في السلطة، تحطها في الحلويات اللي يسمونها بالحليب او مثلا المهلبية وهالاشياء. ممكن الناس تضيفها للعصائر او السموذيز خلال اليوم، الشوربات مثلا او المخبوزات. في ناس تشوفينهم مثلا حتى يبيعون صاروا بالسوبر ماركت والمخابز خبز يكون عليه بذور الشيا. بذور الشيا. هي في بس ناس حتى بالنسبة لاحظت للمذهب في الماي نفسه يحطوا لك بذور صح الشيا. صح ممكن بعد. فهي بس ملعقتين طعام منها اللي هي تعادل تقريبا 28 جرام من بذور الشيا، يعطينا 140 كالوري، 4 جرامات من البروتين، 11 جرام من الألياف، هو وايد عالية هالنسبة. أيوة. بالنسبة للدهون المفيدة فيها 7 جرامات، هي الأعلى بالدهون المفيدة من بين كل النباتات الثانية. وبعد نسبة الكالسيوم، نسبة الكالسيوم في البذور الشيا وايد عالية، تقريبا 18% من احتياج الشخص البالغ. ممتاز. هو حتى عند الناس اللي يعني في عدد كبير ما يشربون عندنا الحليب أو يشربون اللبن أو يأكلون الروب، فتحسين نحن كأطباء أسرة يمكن نواجه هالشيء مع فنضطر نعطيهم مرات حبوب الكالسيوم، فإذا النسبة ممتازة فيها يقدرون يستبدلونها بالحبوب الشيا حتى بذور الشيا. ممكن، لكن هي مثل ما قلت لك انه فيها برسنت يعني نسبة معينة. نسبة معينة، هي يعني تقريبا 20% من احتياجاتهم اليومي. بس طبعا اذا ياكلون منتجات ثانية ممكن تغنيهم، حتى ممكن نضيف لمستوى الكالسيوم اللي الكالسيوم ياخذونه، اللي يتناولونه في اليوم. هي الكمية الموصى فيها نفس ما قلتي ملعقتين طعام في اليوم. لا الحين انا بس يعني هاي القيمه الغذائيه القيمة يعني الغذائية. كيف نحسبها، يعني ملعقتين في اليوم بتعطينا هالكثر كالوري. طبعا اذا الشخص تناول 3 بيحصل اكثر، بس الاعتدال طبعا في النهايه هو مهم، يعني أكيد في النهايه افضل. أكيد، حتى لو الشيء مفيد يعني نعتدل فيه أفضل. طبعا زين فاطمة، كلمة توجهينها للمستمعين. شوفي مثلا الحين تكلمنا ان بذور الشيا من الاشياء اللي اشتهرت في الاونه الاخيره، الحمد لله ان هالشيء، لان بذور الشيا يعني فيها فوائد وايد كبيره، بس في وايد اشياء تنتشر والناس تستخدمها وتصير جزء من اكلهم، بس ما يكون في مثلا دراسات كافيه عن صح بعض الاطعمه صح الجديده اللي توها دخلت مجتمعاتنا او ان بدينا نستوردها. فوايد مهم ان الواحد يثقف نفسه اكثر في شو قاعد يتناول خلال اليوم، شو الاشياء الجديده اللي دخلها بيته واكله. ف صح نحاسب شوي ونتثقف اكثر عن شو نحن قاعدين نستهلك. صح قبل ما نستخدمه، لأن الناس يعني مثل أي شيء جديد يحبون يجربونه، فصح بالضبط نفس ما قلتي نتثقف ونعرف فوائد الشيء قبل ما نستخدمه، قبل ما يناسبنا ولا ما نستخدم. يناسبنا. فاطمة فريد أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك فاطمة. العفو، الله يخليك.
مستمعينا، مثل ما كلمتنا الأستاذة فاطمة اليوم عن فوائد بذور الشيا، نحن نستخدمها، في ناس تستخدمها بكميات كبيرة بعد على معظم الوجبات اليومية. عطتنا فوائدها والأشياء اللي تحتويها. الحين بنطلع فاصل إن شاء الله وردي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل ويانا 600551414 والرسائل النصية على 4006. اليوم وصلنا للفقرة الثانية لبرنامجنا. نذكركم بالفقرة الأولى وهي أهمية بذور الشيا، ومثل ما تطرقت أستاذة فاطمة، أي شيء جديد الناس تحب مرات تجربه، قبل حتى ما تعرف فوائده أو أضراره، يفضل قبل ما نستخدم أي شيء نشوفه يناسبنا. نفس الشيء الحين ابتدى الجلوتين وأمراض وايدة تكون منتشرة، يمكن الناس قبل ما كانت عارفة عنها، ابتدت أكلات ثانية تدخل، وهالأشياء تأثر على جسم كل واحد فينا. فجميل جدا يكون منا أن نحن نبتدي نقرأ عن الشيء قبل حتى ما نستخدمه، نعرف فوائده ونعرف أضراره خاصة لجسمنا قبل حتى ما نبتدي نستخدمه. شو الفائدة اللي بتكون على جسمي وبتفيدني، بتكون أكثر من الأضرار اللي بتيني منها. فقرتنا الثانية اليوم بتتكلم عن تخصص منتشر بكثر، هو تقريبا أول تخصص أشوفه المريض قبل ما ينتقل حتى للطوارئ، تخصص شمولي، وفي شيء اسمه استدامة، يعني أتابع المريض من عمره يمكن يوم لين ما يكبر في سنين الشيخوخة، أكون عارفة عائلة المريض، مرات أعرفهم، ما أنا يمكن لأن هذا تخصصية، فتعرف العائلة كلها معظم الأحيان، تعرف المشاكل الصحية النفسية مشاكلهم، تحس أنك جزء من هاي العائلة أكثر من أنك أنت فقط طبيبها. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن خدمات عيادات طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. تقدم عيادات طب الأسرة المنتشرة بمختلف مراكز الرعاية الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي العديد من الخدمات المتميزة للمرضى والمراجعين بشكل عام، وفقاً لأحدث البروتوكولات والممارسات العالمية في هالمجال. للحديث عن هالعيادات وأهميتها والخدمات اللي تقدمها للمرضى، يسرنا اليوم يكون ويانا الدكتور مازن الشرايري، أخصائي طب الأسرة بمركز البرشة الصحي. صبحك الله بالخير دكتور مازن. صباح الفل والياسمين، صباح الوطن الجميل. هلا دكتور مازن. دكتور مازن، نحن عارفين أهمية طب الأسرة، ويمكن تخصص دارج للجميع، المريض يجينا أول ما حتى قبل ما يروح للأخصائي، عنده أي استفسار يرجع لنا، ونفس ما تكلمنا أنه شمولي في استدامة دائمة، يعني أشوفه من يوم هو صغير ويبتدي يكبر وأنا أكون وياه. نعم دكتور مازن، ممكن تحدثنا أكثر بخصوص خدمات طب الأسرة؟ نعم، تعرفي أنت المراكز طب الأسرة منتشرة في دبي وهي تابعة لهيئة الصحة، وفيها خدمات شمولية زي ما تفضلتي، يعني تتعلق في طب العائلة كله، تشمل مجالات طب الأطفال، تشمل مجال طبعا اللي هي تقديم اللقاحات وتشخيص العلاجات للأطفال وصولا إلى الصحة المدرسية كما تعرفي، وكمان إن علاقة كمان في خدمات طب الكبار والمسنين وتشخيص الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وارتفاع الكوليسترول والطب الداخلي، وإنه طبعا علاقة كمان في مجال طب السفر، نقدم نصائح وإرشادات ونعطي لقاحات قبل السفر للمناطق اللي بيحبوا يسافروا عليها، وكمان حتى بنشمل كمان في طب العائلة الجراحات البسيطة مثل إزالة الأورام الشحمية أو الشغلات البسيطة، ولا تنسي أنه كمان إن مجالات في طب المرأة والعناية بالحوامل والاهتمام بالطب النسائي بشكل عام، ومن أهم كمان الشغلات اللي إن يعني مجال فيها وهي بتميزنا عن باقي الاختصاصات اللي هي الطب الوقائي، نشمل على فحوصات المخبرية والشعاعية والكشف المبكر عن السرطان
ومنقدم كمان إضافة إلى تقديم اللقاحات للكبار والصغار. هو طب شمولي وهو من أهم يعني الاختصاصات في العالم. تكمن أهمية طبيب العائلة باهتمامه بالأفراد الصحة أيضا، مش بس إحنا نهتم بالناس المريضين، صح. كيف عبر الحفاظ على صحتهم وتجنيبهم التعرض للأمراض عبر الخدمات الوقائية اللي بنقدمها. كمان إحنا كأطباء عائلة نهتم بالناحية الاجتماعية والنفسية للأفراد، وهذا بيميزنا عن الاختصاصيين الثانيين. صح، يكون كشمولي كامل. ونفس ما قلت بالنسبة اللي يميزنا بعد الطب الوقائي أو الوقائي، لأن المريض ييني ما أقول المراجع ييني ما يكون مريض، يكون صحيح. صحيح. يعني إحنا يعني منعالج أمراض جميعها كلياتها، يعني جسم كافة للشخص نفسه. يعني بدل ما إنه يزور المريض اختصاصي قلب أو اختصاصي سكري أو اختصاصي مفاصل، بزور طبيب العائلة. هو طبيب واحد، هو طبيب للعائلة. بالبلاد العربية حاليا كل يعني الآن من الاختصاصات أضيفت إلى لائحة الاختصاصات الطبية، وهو عبارة عن اختصاص يعني بيتم دراسته عبر 4 سنوات مثل الاختصاصات الثانية. نفس الاختصاصات، وهو ما حكينا إحنا بيهتم بصحة الإنسان بشكل عام من مراحل حياته كافة منذ اليوم الأول للولادة. الولادة يعني اختصاص كامل شمولي، كل شيء في يعني أنت لما تروحي على طبيب الأسرة فأنت في أمان، انت عم تقعدي مع طبيب يعرف كل شيء. ثاني شيء هو يساعدك انك عند اي تخصص تروح له. يعني مرات بصير يعني ما تكون عندي فكرة عندي هاي المشكلة، بروح على طول عند الأخصائي وتطلع مشكلة ثانية تابع لشيء ثاني. فهو وايد يساعد يعني على تسيير أي تخصص يناسبك. دكتور مازن، احنا دائما ناس تتكلم تقول الطب طبيب العام أكثر من أن الطب أسرة، ممكن تحدثنا أكثر شو الفرق بين الطبيب العام وطبيب الأسرة؟ الطبيب العام هو بتعرفي بعد ما انهى دراسة 6 سنوات دراسة الطب العام خلاص ذهب إلى ممارسة المهنة بشكل عام كطب عام. أيوة. لكن طب الأسرة هو عبارة عن اختصاص مدته 4 سنوات، هو أحد فروع الاختصاصات وهو اختصاص حديث، لكن بفرقه عن الطبيب العام الصلاحيات والإمكانيات لطبيب العائلة أكثر من الطبيب العام. يعني هو أخصائي يعتبر، فعنده صلاحيات لطلب فحوصات معينة، للكشف عن فحوصات معينة اللي ممكن الطبيب العام ما بيقدر يطلبها ولا بيقدر يعني إنه يمارسها. إله كمان بيهتم كمان هو الطبيب العائلي عن الطبيب العام إنه هو كمان بيقدر ينسق مع الاختصاصات الثانية. يعني الطبيب العام هو دوره بس يعطي علاج ويقول للمريض خلص يعني هذا العلاج وانتهى، لكن هو الطبيب العائلي هو بيتم المتابعة عنده، وهو له علاقة بالمتابعة الفحوصات وطلب الفحوصات المتقدمة اللي هو الطبيب العام ما بيقدر يطلبها. صح. يعني هناك فرق واسع بين كلمة الطبيب العام وطبيب الأسرة أو طبيب العائلة. طبيب العائلة صلاحياته وعلمه أكثر من الطبيب العام، وعنده إمكانية للكشف عن كل شيء بإمكانياته المتوفرة عنده. وهو يعني زي ما حكينا يعني حتى الأبحاث الحديثة أثبتت أنه هم أفضل ناس في تشخيص الأمراض والتعامل مع المرضى هم أفضل الأسرة أو الطبيب العائلي، لأن احتكاكهم يكون بيقدم رعاية صحية واسعة لمشاكل طبية متعددة، يعني مش بس مشكلة واحدة، أشياء ثانية. فهون تكمن أهميته أنه هو أخصائي، لكن هو أخصائي في كل مجال الاختصاصات، وسهل أنه ينسق مع الاختصاصات الثانية في حالات مستعصية عليه. بس بشكل عام أنه المريض بيجي عنده أخصائي طب العائلة خلاص هو في أيدي أمينة، أنه هو ملم في كل الاختصاصات، حيحل له كل مشاكله. دكتور مازن، نحن عارفين الحمد لله المراكز الصحية الأولية منتشر في معظم مناطق دبي، هذا دليل على أهمية هذا التخصص. شو هي الخدمات اللي تقدمها عيادات طب الأسرة للمرضى في هيئة الصحة في دبي؟ صحيح، عندنا خدمات واسعة جدا زي ما حكيت لك من البداية، عندنا خدمات طب وقائي وعندنا خدمات علاجية. الخدمات الطب الوقائي عندنا عيادات اللي هي تعمل فحوصات روتينية للكشف المبكر عن الأمراض أو لا سمح الله عن السرطانات، هذا في مجال الطب الوقائي. هذه تكون للمراجع، يعني ما بشرط يكون مريض الشخص. لا هو حاب يعني شخص حاب هو يشوف انه كيف وضعه الصحي، بيحتاج لفحوصات، ممكن يعمل وقايه، فبيجي عندنا على العياده. احنا في عندنا عياده نعمل فيها فحوصات عامه وشامله
باكج للشخص اللي جاي بيطلب مثلا حاب يشوف اذا لا سمح الله عنده كل دهنيات او كوليسترول او عنده سكري. تفحوصات شامله شموليه. طبعا طبعا احنا عندنا الطب شامل كامل، يعني عندنا اجراءات وقائيه مهمه جدا نعملها عندنا، بس يجي الشخص يزور هاي العياده عندنا بيلاقي كل الشغلات اللي ممكن هو بده اياها، مثلا حاب يعمل فحص للعيون في عندنا عيادة عيون، حاب يعمل فحص للأسنان عندنا عيادات أسنان، الست الحامل حابة تيجي تتابع عندنا عيادات للحوامل، عندنا عيادات للأطفال للقاحات وتقديم التشايلد يعني تقديم الخدمات للطفل، عندنا عيادات تهتم في مكافحة التدخين، إذا واحد مثلا بده يبطل التدخين عندنا متوفر عيادات لوقت التدخين. عيادات شمولية كاملة. نعم عيادات شمولية، عندنا عيادات أشعة الكشف المبكر عن سرطانات الثدي. الحقيقة إحنا يعني ندخل في البروتوكولات العالمية، في عيادات هيئة الصحة في دبي التابعة لهيئة الصحة وحكومة دبي، يعني الخدمات المتقدمة عندنا هي خدمات متطورة وعلى مستوى عالمي. الحمد لله. دكتور مازن، نحن عارفين الحين الوعي المجتمعي والناس بتدت تتثقف يعني خاصة من ناحية صحتها، من ناحية الأمراض، أشياء وايدة، وبتدى هالشيء سهل خلال أيامنا هذه عن طريق مواقع التواصل أو عن طريق سايتات عن طريق الإنترنت. فدكتور، شو الجهود اللي تقوموا بها كأطباء أسرة لتعزيز الوعي المجتمعي بمختلف الأمراض؟ صحيح احنا يعني بنعمل بشكل دوري يعني تثقيف صحي للناس، عندنا بنعمل حملات مثلا للتعريف والكشف عن مرض مثلا السرطانات، بنعمل حملات على الكشف المبكر مثلا عن الامراض المزمنه مثل السكري مثل الضغط مثل ارتفاع الدهون، فنقدم خدمات دائما على مستوى نعمل حملات داخل المركز. اثنين عندنا التواصل الاجتماعي، نقدم health education يعني تثقيف صحي، يعني بيجينا استفسارات من الناس عبر الميديا طبعا الواتساب او حتى يعني على الفيسبوك على كذا في كل مكان، فاحنا دائما نقدم خدمات تثقيفيه يعني تكون شاملة بحيث أن الناس يكونوا يعني أي سؤال بيجي على بالهم بتعلق بصحة الإنسان أو في الطب الوقائي، إحنا هنا في مركز في مركز الدرشة التابع لهيئة الصحة بنقدم لكم كل الخدمات دائما بشكل أسبوعي وبشكل دوري. عندنا حملات، عندنا محاضرات بنقدمها تثقيفية، فإحنا على تواصل عبر وسائل الميديا مع الناس ومع المجتمع المحلي، عندنا أعضاء المجتمع المحلي كمان بيجوا بتواصلوا مع المركز، ممكن نعمل محاضرات في المدارس في الأماكن في التجمعات، ممكن نعمل في المول حملات، فإحنا دائما على تواصل على مستوى عالي من التثقيف الصحي مع المجتمع المحلي. وهو شيء وايد يفيد، خاصة الحملات التوعوية تكون يعني دائما يركزون كمراكز صحية حتى أن تكون في واجهة المركز، عشان أي واحد يدخل المركز يشوف الحملة التوعوية يوصل لها يتثقف وياخذ المعلومات اللي هو يحتاجها وعنده أي استفسار لها، وها في كل المراكز الحمد لله متواجد، وهالشيء يزيد من ثقة المتعامل. ثاني شيء يحس أن نقدم له خدمة معينة مميزة يعني تكون كتثقيف صحي، وها شيء وايد مهم. دكتور، عندك كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا؟ والله احنا يعني زي ما حكيت لك احنا دائما في خدمة متعاملين يعني على مدار الساعة، واحنا بنقدم لهم زي ما حكيت لك كطب شمولي كل شيء يعني في مجال الطب الوقائي او الطب العلاجي او الخدمات. لكن انا بس بحب احكي دائما للناس على انه هي تعتبر مراكز صحية متعلقة في طب الأسرة، تستقبل كل شيء لكن لا تستقبل الحالات الطارئة الشديدة. يعني أنا بنصح دائما الناس على أنه احفاظا على الوقت، الحالات اللي فيها يعني إسعافية شديدة لا سمح الله مثل احتشاء العضلة القلبية أو مثلا واحد ساقط أو حادث أو شيء، أفضل دائما أنه هدول يعني كسب للوقت أنه يروحوا دائما على المستشفيات أو على مستشفى راشد. هاي إحنا بنقدم خدمات إسعافية، لكن خدمات الإسعافية يعني اللي هي مش للحالات الشديدة، فإحنا دائما بنتوجه للناس على أنه دائما يعني إذا بدهم يطلبوا من عنا الخدمات الصحية هي اللي نقدر نقدمها كطبيب عائلة أو كطبيب أسرة، لكن في خدمات هي إسعافية متقدمة لازم تكون في المستشفيات، وهي نصيحة حفاظا على وقت المريض.
دكتور مازن شرايري أخصائي طب أسرة بمركز البرشة الصحي. شكرا لك. يا حياك الله وشكرا حياك لكم الله دكتور ويعطيكم ألف مازن، عافية. حياك الله. يا هلا يا هلا، مع السلامة. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرنا ويا دكتور مازن، بالنسبة لعيادات طب الأسرة المتوفرة، طبيب الأسرة وطبيب شمولي كامل، وعند اللي يميز تخصصنا الاستدامة، نفس ما قلت لكم أن أتابع المريض فترات حتى لو تكون متباعدة، بس يعني في استدامة، في نحن بداية قبل ما أحول للأخصائي. في ناس وايد يمكن تقول ليش على طول بروح للأخصائي، في مرات نحن نوضح لكم الأمور أكثر، في تشتكي مرات من شيء معين تروح لأخصائي معين يكون ما بهاي الشكوى، تحتاج أخصائي ثاني لهالشيء. مستمعين الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله وردي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر أثير إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، والرسائل النصية على 4006. تواصلكم نفس ما قلت يسرنا ويسعدنا، وكذلك اقتراحاتكم لأنها دور كبير، حتى لأن الخدمات اللي نقدمها خدمات موجهة لكم، وهدفنا إسعادكم وصحتكم. فقرتنا الثالثة إن شاء الله عن الدراسة. دراسة مهمة وحلوة، وخاصة للناس اللي تعاني من ضغط الدم. الدراسة تقول القيلولة علاج طبيعي لضغط الدم المرتفع. قالت نتائج دراسة جديدة أن نوم القيلولة يخفض ضغط الدم المرتفع ويحسن المزاج ويجدد الإحساس بالطاقة. وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت في مستشفى فولا باليونان أن النوم لمدة 60 دقيقة في منتصف النهار قد يؤدي إلى خفض ضغط بمعدل 3 درجات. ركز، 60 دقيقة. وبحسب التقارير الطبية يساعد خفض قراءة الضغط بمعدل 2 درجة على تقليل احتمال الإصابة بأمراض القلب بنسبة 10%. ولا تقتصر فائدة نوم القيلولة على مرضى الضغط المرتفع، فقد أظهرت نتائج الدراسة أن من ينامون ولو فترة قليلة بعد الظهر تتحسن قراءة ضغط الدم لديهم حتى لو كانت ضمن الحدود الآمنة. ودعت النتائج إلى حث من لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الضغط إلى الحصول على قيلولة قدر الإمكان خلال ساعات النهار. الدراسة مفيدة ومهمة، ما بأن نوقف أدويتنا، خاصة اللي عندهم مرضى الضغط ويعتمدون على القيلولة عشان تنزل ضغطهم، لا، هذه كمساعدة، يعني ما أوقف الدواء، أستمر في الدواء وفي نفس الوقت يعني أريح جسمي خلال اليوم، ما بأني أريحه، قلنا قيلولة يعني ساعة بزيادة ساعتين. معظم الناس تفكر القيلولة لا بثلاث أربع ساعات. القيلولة نومها عكس نوم الليل، نوم الليل اللي هو من 7 إلى 8 ساعات، وفي ناس تكتفي ب5 ساعات، بس نوم القيلولة اللي هو وسط النهار، خاصة بعد طول يوم يكون يعني واحد بذل فيه مجهود، يكون تعبان شوية، يريح يعني حتى يحس أنه مخرتاح شوية، ابتعد عن التفكير، ريح شوية، وعقب رجع كمل يوم الثاني أو نصف يوم الثاني بطاقة أكثر وبطاقة أكبر. بالنسبة حتى بالنسبة لمزاجه، معظم الأحيان يكون متحسن لأنه ريح، كأنه فصل بين اليوم الأول، يعني نص اليوم الأول ونص اليوم الثاني. بس نفس الشيء أذكركم، ما يوقف أدويته صاحب، يعني صاحب الضغط ما يوقف دواء عشان دراسة أنه قالت صح، دراسة صحيحة، بس مع هذا أنه يحسن من قراءة، يعني ينزل درجة ويحسن من القراءات حتى لو الشخص طبيعي، هالشيء بيساعدني. إضافة إلى الدواء، هذا واحد من الأسباب اللي بتخلي ضغطي دائما منتظم. ثاني شيء حتى بالنسبة لصحتي بيخليها يعني أكون بمزاج
سعيد، أكون مزاج مرتاح، أكون فاصل شوية بين نص يومي الأول نفس ما قلت لكم ونصف يومي الثاني اللي هو يكون فترة المساء، يكون معظم الناس تكون يا ويا عائلاتهم أو في حد يبتدي دوامة أصلا في فترة المساء. يمكن هالدراسة بعد ما طرقت الأمراض الثانية بس ركزت على ضغط الدم، ونسبة أن يعدل من ضغط الدم بالنسبة لدرجة أو درجتين بعد هالشيء يعني وايد مهم، خاصة الأمراض الضغط، لأن عارفين نحن مرض الضغط واحد من الأمراض اللي تأثر على القلب تأثر على الدماغ، فنفضل أن الناس خاصة اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم يستخدمون أدويتهم، يبتعدون عن الأشياء اللي ترفعها، أساس إذا كان في معدل الطبيعي نسبة أمراض القلب تقل، نسبة التعرض لا قدر الله للجلطات الدماغية أو لنزيف في الدماغ تكون وايد أقل، خاصة إذا كان ضغط الدم مصاحب بأشياء ثانية مثل ارتفاع في الكوليسترول، ارتفاع في نسبة السكر في الدم. ومعظم الناس اللي يكون عندهم الضغط مرتفع يكون عندهم معظمهم ما بالكل يكون عندهم الكوليسترول يكون مرتفع ويكون نفس الشيء نسبة السكر مرتفعة. فيفضل أن قد ما نقدر نركز على هالفئة بالنسبة حتى تغيير الأكل، نقلل الأملاح، الاهتمام بأكلنا، اهتمام بتغيير نمط الحياة بالأخص أكثر من أني أقول بس أقلل من الملح أقلل من الأكل، لا، تغيير نمط الحياة ككل، يعني طبيعة حتى نومي، طبيعة نومي، طبيعة أكلي، حركتي اليومية، ها كل يأثر وحتى يعني يوازن بالنسبة لضغط الدم للسكر وللكوليسترول. عندنا مداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة. صبحك الله بالخير والنور والسرور. صبحك الله بالنور. من ويانا؟ أشكرك على برنامجك الطيب. أبو مصبح السويدي الله يطول عمرك. حياك الله أبو مصبح. حياك الله. الله يحفظك دكتورة. شحالك الحمد لله. ترى هاي هيك ما ترى هو صح صحيح هذا اللي تفضلت فيه الله يطول عمرك. وهذا الشيء أنا أعترف فيه أن هاي شوي هي بالنسبة بخصوص القيولة وهذا ما نعم بس النمط الحياة اللي تفضلت فيه والأكل وهذا هذا أشياء كلها ترد عليك ترى صح بالنفع أو بالضرر صح. وهذا هو ترى الحين شو بقول لك عاد الحين بقول لك إني أنا غلطان أنا يعني ما كل الصبح ولا هذا بس كله بالمنبهات. هاي المشكلة بعد هاي غلطة الواحد المفروض يوازن بين طبيعة الأكل وهذا. من منبر جزاك الله خير بغيتك توجهي لي يعني إن كيف أقسم وقتي بخصوص أني أخذ اللي هم على يقولون كل بين فترة وفترة تأكل وجبات خفيفة في الكلة عشان ما نحن من نوع تدرين وقت الغداء يلا هو بس يعني ما شفت عارفين العيوش وهاي ترى هي بعد هاي بعد ترى إن طول النهار ما نأكل وبالليل ما نأكل بس نأكل وقت الظهيرة هي هاي تعرفين لأن تعودنا أكثر وجبة اليمع ما بقول الحين اليمع يمكن على وجبة العشاء أكثر من أنها على الغداء بس أكثر يم تعودنا على يوم صغار أثقل وجبة تكون وجبة الغداء. الغداء هي ترى هي وقت لم ترى هاي حتى بالليل يكون ولا هي نص صبح ترى في العمل وهذا ترى من منبر جزاك الله خير بغيت يعني جزاك الله خير إنك هذا تعطينا رشاد ونصيحة لنا الله يطول عمرك إن شاء الله إن شاء الله أبو مصبح. شكرا يا دكتورة وجزاكم الله خير وجميع العاملين شكرا على شكرا على مداخلتك لأنها ما تهمك بس أنت تهم ناس وايد نعم. بهالطريقة شكرا الله شكرا الله خير نفس ما طرق أبو مصبح ويانا بالنسبة لنمط الحياة عنا يمكن ما بأن نتغير بس يمكن نحن بتدينا نغيره. بالنسبة للناس وايد الصح تعتمد على وجبة واحدة في اليوم تركز عليها طول اليوم وتكون هاي أثقل وجبة وطول اليوم يمكن نعتمد على أن يعنى اعتمدنا على أشياء بسيطة ما يعني ما تفيد جسمنا قد ما بأنها تسد يوعه. بالنسبة للوجبات يفضل أن الوجبات أن تكون نفس الشيء وجبة الفطور وجبة الغداء وجبة العشاء من بين الوجبات بدل ما ناكل ثلاثة ثقال تكون الوجبات خفيفة تكون الوجبات يعني معتمدة على جميع المكونات الغذائية. هذا إن شاء الله بنتطرق لبعد بخصوصه مع أخصائية التغذية بتشرح لنا أكثر. بالنسبة يمكن قمنا نعتمد على المنبهات بشكل كبير خلال الفترات طول اليوم فهالأشياء
مشاكلها بعد تأثر. فيفضل باختصار بقول لكم يا نفضل أن نوزع وجباتنا تكون الوجبات 6 أو 5 بدال 3 وجبات ثقيلة تحتوي على مجموع العناصر الغذائية. وإن شاء الله نستضيف دكتورة التغذية تكلمنا بالتفصيل عن هذا الموضوع. نشكرك بمصبح على مداخلتك اللي تفيد ناس وايد. أعزائنا المستمعين، اليوم هو يوم العالمي للكلى، وتحتفل هيئة الصحة بدبي اليوم بمناسبة اليوم العالمي لأمراض الكلى اللي بيصادف إن شاء الله باكر، بهدف التوعية بأمراض الكلى وأسبابها وطرق الوقاية منها والحد من مضاعفاتها السلبية. إن شاء الله بتكون ويانا الدكتورة آمنة الحضري، استشاري ورئيس قسم أمراض الكلى بمستشفى دبي، تحدثنا عن بعض محاور هذا اليوم العالمي. صبحت الله بالخير دكتورة آمنة. صباح النور. هلا دكتورة. عليكم السلام. هلا دكتورة. دكتورة، بالنسبة لليوم العالمي للكلى، نبغى تعطينا فكرة مختصرة عن اليوم العالمي للكلى وأهمية الكلى في جسمنا. اليوم العالمي للكلى هو مثل ما قلت يوم عالمي تحتفل فيه الجمعية الدولية لأمراض الكلى في كل سنة، وتدعو كل إدارة صحية أنها توعي الشعب وتوعي الجمهور وتوعي الكادر الطبي نفسه اللي هو في التخصصات الثانية بأمراض الكلى وكيفية الوقاية منها قبل ما الواحد ينصاب أي أعراض من أعراضها. وبالتالي إحنا بعد في مستشفى دبي، في هيئة الصحة ومستشفى دبي بالذات، لأن قسم الكلى في مستشفى دبي، نقوم بهالحملة في كل سنة، وعادة مثل ما قلتي هو في ثاني خميس من كل شهر مارس. أيوة. وإحنا اليوم محتفلين بهاليوم في مستشفى دبي، فعادة كل بلد تحتفل فيه بطريقتها. في ناس في بعض البلدان يروحون ووك اللي هو المشي على أساس إنه أيوة تشجيع على الرياضة، وفي بعضهم ينشرون البروشورات والمسجات لكل الجمهور. احنا هني نسوي فعالية في المستشفى بالتضامن مع إدارة المستشفى، فقمنا احنا كأطباء وممرضين بنشر الوعي عن طريق إلقاء المحاضرات في المستشفى نفسه للكادر الطبي. ممتاز. وبعد بالإضافة نعطي زوار مستشفى دبي هذه الفرصة. حاليا متواجدين عند المبنى الرئيسي، يعني نجاوب على أي سؤال إذا أي حد عنده أي استفسار عن أمراض الكلى وكيفية الوقاية منها، ونبحث لنستقبلهم للضغط للسكر، نبحث لهم نشوف لهم الوزن إذا يناسبهم ولا لا. مسؤولة التغذية معانا اللي هي تعطيهم نصائح نصائح كيف تجنب أمراض الكلى، وإذا عندهم بعد درجة من درجات المرض الكلوي يعني كيف شو هي الأغذية المناسبة لهم. عند المدخل الرئيسي المستشفى دبي قصدك دكتورة؟ أيوة. لأي وقت بتكون الحملة؟ لغاية الظهر، على نهاية اليوم إن شاء الله. على نهاية اليوم، وهذه دعوة منا اللي حاب يعرف عن الحملة أكثر، يصير مستشفى دبي، تكون التغطية كاملة من المنطقة الأمامية المستشفى دبي. وجميل دكتورة، ممكن تذكرينا شو بيكون في الحملة؟ مثل ما قلت فيه بيكون توعية. أيوة. توعية الأمراض، شو هي مسببات الأمراض، أمراض الكلى والقصور الكلوي، كيف نتجنبها، التغذية المناسبة لتجنبها، وبعد للناس اللي أوردي مصابين بالمرض كيف نقي تطور المرض. ويعني إن شاء الله لنا حملات أو زيارات للمدارس لهيئات أخرى عشان نوصل لين عندهم ونعطيهم هالمعلومة. ممتاز، لأن الكلى من أهم الأعضاء في الجسم وتأثيرها يأثر كبير على صحة الشخص نفسه. صحيح. دكتورة، ممكن تعطينا باختصار أسباب وطرق الوقاية من أمراض الكلى؟
أهم سبب من أسباب الفشل الكلوي أو القصور الكلوي هو السكر، وهذا اللي نكرره في كل سنة من السنوات اللي احنا قاعدين نسوي فيها الحملة هذه. السكر السكر السكر، تقريبا 45 من مرضى اللي هم ينصابون القصور الكلوي الكامل الدرجة الخامسة سببها السكر. معظم عالميا معظم أقسام غسيل الكلى الجزء الكبير منها مصابين بالسكر، وهو اللي سبب لهم الفشل الكلوي لدرجة يصلون إلى هاي المرحلة من الغسيل. فأهم شيء السكر، والسكر بروحه له مسبباته صح، اللي هي اللي هو النمط اللي أنت كنت تتكلمين عنه، نمط الحياة. الحياة هذا له دور كبير في السكر وبالتالي في أمراض الكلى وتطوره. السمنة الزايدة، التدخين، التدخين قبل ما كانوا وايد مركزين عليه، بس الحين واحد من مسببات القصور الكلوي في الشباب التدخين. التدخين. وزين ذكرتي دكتورة، لأن هذا الشيء يمكن الناس وايد ما بعطن أهمية. صحيح. وبعدين الشيء الثاني بعد إلا الناس ما بعطتنه أهمية، وسبب من أسباب إن الشباب مصابين بالقصور الكلوي اللي هو استعمال البروتينات اللي يعطونهم إياها في الجيم في الرياضة عشان العضلات. أيوة. وبعضهم يستعملون إبر دي عوضا عن البروتين اللي هي هرمونات كبروتين بعد، على أساس إنه يعني كمكملات بودي بيلدينج يعني. دكتورة، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا. طبعا الوعي، الوعي أهم شيء، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة للفحص. حتى الواحد ما عنده أي أعراض يفضل أن يفحص، لأن أمراض الكلى ما يكون لها أعراض إلا إذا وصل الشخص إلى المرحلة الثالثة إلى الرابعة، يعني درجة وظيفة الكلى تشتغل تقريبا 30%. في هذه المرحلة يكون القصور متمكن جدا منه وما في مجال للتراجع. الفحص حتى لو ما في أعراض يكون كفحص دوري الواحد، حتى لو ما عنده أعراض وهو صحيح الدوري يساعد وايد في الوقاية من هالشيء أو التعرف عليه في البداية. الدكتورة آمنة الحضري استشاري ورئيس قسم أمراض الكلى بمستشفى دبي، شكرا لك دكتورة. العفو، مع السلامة. نفس ما كلمتنا دكتورة آمنة عن فعالية اليوم والحملة اليوم العالمي للكلى، بتستمر إن شاء الله الآخر اليوم، يعني الفترة الظهيرة إن شاء الله. ندعوكم من منبر القناة أنكم إذا حابين تتعرفون أكثر زورون مستشفى دبي، في فحوصات بسيطة تتسوى، وأخصائية التغذية إن شاء الله بتعرفكم على أشياء أكثر بخصوص مرض الكلى، وحتى دكاترة الكلى يكونوا موجودين في نفس المكان. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، إن شاء الله نلقاكم أسبوع الجاي يوم الأحد. أتمنى لكم إجازة سعيدة. أشكر فريق العمل وياي في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق أحمد سلامة، مخرجنا عيسى سبيل، يعطيكم العافية، محدثتكم دكتورة عاشة البسطي. نلقاكم إن شاء الله الأحد الجاي، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.